بأسلوب واضح ومباشر وبغض النظر عن الخصومة السياسية. كما قال، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الحكومة إلى الاستقالة، معتبرا أنها لم تعد تتمتع بمقومات الحكومة. على هذه الحكومة أن تستقيل اليوم قبل الغد، أول شيء لأنه أصلا ما بقى عم تقدر تعمل شيء، وأكثر وأكثر ما رح تقدر تعمل شيء. ثانيا، رأفة بلبنان ورأفة بسمعة الدولة اللبنانية، وإذا مش آخر شيء رأفة بسمعة الأشخاص الموجودين فيها. جعجع الذي انتقد غياب المعالجة الجدية للشأن الاقتصادي والمعيشي، أسف لوضع طلاب الجامعة اللبنانية الذين هم خارج حرم الجامعة بسبب عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة، واعتبر أنه من الإجرام تمويل خطة الكهرباء خارج الصناديق المانحة. كما استغرب صمت الحكومة حيال الخروقات السورية لسيادة لبنان والتي ندد بها الأمين العام للأمم المتحدة. الحكومة لا يجوز أن تسكت، صار لها هلأ شهرين ثلاثة سكت عن هالموضوع، وأقل هوية مركز الجيش اللبناني بنقاط مراقبة هوني. المواطن اللبناني اللي قاعد بالقاع أو اللي قاعد ببريتيل أو اللي قاعد بعرسيل أو بحيالة قرية حدودية أو بحيالة مزرعة هونيك، لو بدهم يكونوا ثلاث مواطنين يحسوا أنه هن منتمين لدولة وهن تحت حماية جيش هالدولة. وردا على من يفترض أن الإخوان المسلمين سيستلمون الحكم في سوريا إذا سقط النظام، سأل جعجع، ألا يرى عون وفرنجي صور التظاهرات وما يقابلها من قتل وإجرام؟ الافتراض هيك النظري للدفاع عن نظام قائم بهالمواصفات لا يجوز، ما بصير. حتى لو بده يسلم مين بده يسلم بعدين، ما في شعب بأمه وبيه أيمن، كيف ما برمتيها 60-70-80% كل وعم بيموت منه ناس، مش انه هيك انا عم بروح نزهة. بعدين هلا انا بدي اسأل ايه وين المسيحيين أو غير المسيحيين من النظام القائم سوريا؟ ما حدا موجود. إلى ذلك التقى جعجع النائب ميشيل فرعون الذي انتقد أداء الحكومة ووزرائها، معتبرا أن خطوات رئيس الحكومة معاكسة لمصلحة لبنان.